جريد 9، رجعت لكم تاني عشان نكمل مع بعض بقية درس النشاط التعديني ومصادر الطاقة في العالم. يعني ايه كلمة مصادر الطاقة؟ يعني القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالات حياته. يعني انت تقدر تشغل مصنع من غير ما يكون فيه كهرباء، تقدر تشغل عربيتك من غير بنزين، دي مصادر الطاقة. يبقى هي القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالاته. مصادر الطاقة اللي عليك: فحم بترول غاز طبيعي، طاقة رياح، طاقة شمسية، وعندك كمان الطاقة النووية السلمية. النهاردة نيجي نعرف ان الفحم من اهم مصادر الطاقة. قامت ثورة في انجلترا اسمها الثورة الصناعية، قام بيها واحد قال ان لازم نبتدي نشغل الالات بعيدة عن قوة الدفع والايد، فبدأوا يستخدموا الفحم في إدارة الآلات والقطارات. تمام، اسمه جيمس وات معايا. فبدأ الفحم يزيد أهميته أواخر القرن الـ18 حتى أوائل القرن الـ20. تمام، الفحم يستخدم في توليد الكهرباء. الفحم يستخدم في توليد الكهرباء ازاي مس؟ أصلا عندي أولاد نوعين من الكهرباء، كهرباء مائية وكهرباء حرارية. الكهرباء اللي بتجينا من الفحم والبترول والغاز الطبيعي اسمها كهرباء حرارية، اما اللي بتجينا من المية يعني من السدود والخزانات والقناطر دي اسمها كهرباء مائية. يبقى انا عندي نوعين من الكهرباء، كهرباء حرارية وكهرباء مائية. ها، الكهرباء الحرارية كهرباء ناتجة من احتراق فحم وبترول وغاز طبيعي. يبقى الكهرباء الناتجة من احتراق الفحم والبترول والغاز الطبيعي دي اسمها ايه؟ كهرباء حرارية. اما الكهرباء الناتجة من السدود والخزانات والقناطر دي كهرباء مائية. تمام، يبقى الفحم من اهم مصادر الطاقة. ليه؟ ها، لانه كان هو عماد الثورة الصناعية في اواخر القرن الـ18 حتى اوائل القرن الـ20. تمام، يستخدم في توليد الكهرباء. 3/4 انتاج الفحم من العالم بيجينا من اسيا واوروبا. 3/4 انتاج الفحم من العالم بيجينا من اسيا واوروبا. ثالث قارة هي أمريكا الشمالية. تمام؟ طيب، أكبر دولة في إنتاج الفحم الصين، أكبر دولة في إنتاج الفحم الصين، يليها الولايات المتحدة الأمريكية. ده بالنسبة للفحم. تاني مصدر للطاقة البترول. البترول من أهم مصادر الطاقة. طب ليه ميسو من أهم مصادر الطاقة؟ أصل البترول دوت بيرتبط بيه التنمية السياسية، علاقات الدول بما بعضها، والاقتصادية، الدخل القومي، والاجتماعية، مستوى البلد اللي انت عايز فيها. يبقى يرتبط بالبترول مصادر التنمية اللي عندي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عشان كده هو من اهم مصادر الطاقة. يبقى البترول من اهم مصادر الطاقة، يرتبط به التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 55% من مصادر الطاقة جاية لنا من البترول والغاز الطبيعي. 55% من مصادر الطاقة جاية لنا من البترول والغاز الطبيعي. أكبر دولة عندها بترول السعودية. أكبر دولة عندها بترول السعودية، يليها روسيا وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أكبر دول العالم أو أهم الدول المنتجة للبترول السعودية، بعدين روسيا، وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية. أسعار البترول في زيادة مستمرة بسبب زيادة الطلب عليه. يعني أنت لو عندك محل وأنت بقى البضاعة بتاعتك دي في المحل دي كل الناس عمالة تشتري منها، أنت هتعمل إيه؟ طبعا هتستغل الموقف وتعلي سعره. فالبترول نفس الفكرة، عمال ناس تطلبه فبيزيد أسعاره. يبقى أسعار البترول في تزايد مستمر بسبب زيادة الطلب عليه. ماشي؟ طيب، ثالث مصدر للطاقة اللي هو الغاز الطبيعي. ثالث مصدر للطاقة اللي هو الغاز الطبيعي. من أهم مصادر الطاقة لأنه أقل تلوثا وسهل النقل ورخيص الثمن. يبقى من أهم مصادر الطاقة وبدأ الإقبال عليه لأنه رخيص الثمن، سهل النقل، ولا يلوث البيئة. طيب، بيستخدمه في إيه؟ عندك في البيت في غاز طبيعي، بتستخدمه في الأغراض المنزلية، وقود للسيارات. بعض السيارات تعمل بالغاز الطبيعي، يقول لك هذه سيارة صديقة البيئة تعمل بالغاز الطبيعي، صح؟ يبقى هو يستخدم وقود للسيارات، يستخدم في الأغراض المنزلية وتوليد الطاقة الكهربائية. مش أنا قلت لك عندك طاقة حرارية من احتراق فحم وبترول وغاز طبيعي؟ تمام. 25% من مصادر الوقود في العالم بتجينا من الغاز الطبيعي. 25% من مصادر الوقود بتجينا من الغاز الطبيعي. يبقى هو ليه
أهمية الغاز الطبيعي من هو لأنه رخيص الثمن، سهل النقل، لا يلوث البيئة. تمام. أوروبا أولى الدول إنتاجا ليه، تلت إنتاج العالم، تلت إنتاج العالم من الغاز الطبيعي جايلنا من أوروبا، يليها الولايات المتحدة الأمريكية، دي أولى الدول العالم. يبقى أنا عندي القارات أوروبا، أولى القارات أوروبا، الولايات المتحدة من الدول، يبقى أولى الدول في إنتاج الغاز الطبيعي الولايات المتحدة، بس أولى القارات أوروبا، ما تتلخبطش. تمام. طيب يبقى الغاز الطبيعي عرفت ان هو رخيص ايه الثمن، سهل الايه النقل، لا يلوث البيئه. جميل. ها طيب الغاز الطبيعي اكبر قاره في انتاجه هي اوروبا، بتنتج تلت انتاج العالم، اكبر دوله الولايات المتحده الامريكيه. تالت مصدر للطاقه اللي هي الطاقه الكهربائيه، فحم، يستخدم كل من الفحم والبترول والغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء الحراريه زي ما قلت لكم، بينما تستخدم السدود والشلالات اللي هو الامواج حركه المد والجزر في الكهرباء المائيه. خلي بالك كان جايب لهم سؤال السنه اللي فاتت في اسكندريه، الفرق ما بين الكهرباء الحراريه والكهرباء المائيه، عملها زي مقارنه، قارن ما بين او العلاقه ما بين، ممكن يجي لك بقى انت السنه دي سؤال ما العلاقه ده، لقيته متكرر كتير جدا، ايه العلاقه ما بين الفحم والبترول وتوليد الكهرباء؟ اقول له عندي الكهرباء الحراريه تنتج من احتراق فحم وبترول وغاز طبيعي، بينما الكهرباء المائيه تنتج من السدود والشلالات او حركة الامواج المد والايه والجذر. عندك الطاقة النووية، اكبر قارات العالم في انتاج النووي اوروبا، يبقى النووي والغاز الطبيعي ده في اوروبا، خلي بالك اوروبا والنووي اوروبا والغاز الطبيعي في اوروبا، النووي والغاز الطبيعي ده فين؟ في اوروبا، يليها امريكا الشمالية طاقة نووية سلمية. تمام. بعد كده الرياح، طبعا الدول المتقدمة بس هي اللي بتولد طاقة الرياح، وفي مصر الحمد لله من الدول العربية الخمسة اللي بتولد الكهرباء من الرياح. مين الدول اللي عندها بقى طاقة الطاقة الكهربائية من الرياح في العالم في الدول المتقدمة؟ عندك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. يبقى الدول المتقدمة اللي بتولد طاقة الرياح زي عندك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. طب وخمس دول عربية بتولد الطاقة الكهرباء من الرياح، عندنا منها مصر والمغرب. مصر عندنا منطقة الزعفرانة، يعني وانت رايح كده طريق الغردقة أو شرم بتعدي على منطقة الزعفرانة، فهتلاقي هناك مولدات كهرباء جايلنا من الرياح. تمام. دي من أشهر محطات توليد الكهرباء من الرياح، دي منطقة الزعفرانة عندنا شمال القاهرة. تمام. طيب عندي بقى مصادر طاقة أخرى اللي هي زي الكهرباء من الأمواج والمد والجزر، دي زي بريطانيا وفرنسا واليابان عشان دي دول طبعا على محيطات كبيرة جدا. وعندي طبعا مصر الحمد لله عندنا طاقة شمسية بدأت تستخدم في توليد الكهرباء الشمسية في الأغراض المنزلية. يبقى مصر عندها طاقة رياح وعندها طاقة شمسية، يبقى دي مصادر طاقة طبيعية في مصر اللي هي مصادر طاقة متجددة زي طاقة الشمس وطاقة الرياح، وديت عندنا مصر من الدول العربية الحمد لله اللي هي بتتميز بوجود طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودي طاقات نظيفة لا تلوث البيئة. جريد 9 هنحل وهتبعتولي الأسئلة عشان أصححها على الدرس. تمام. عندك أسئلة كتاب المدرسة، واللي عنده كتاب خارجي أنا ما عنديش أي مشكلة في تصحيحه زي ما احنا متعودين مع بعض. وأشوفكم على خير. كانت معاكم ميس داليا علي، مدرس أول دراسات اجتماعية من مدرسة طيبة الدولية القسم الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.